نقطة تحول في العلاقات الثقافية بين البلدين باش نعطيو اهتمام أكبر للجوانب الثقافية، ما نبقاوش فقط في الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية. هناك أمور تجمع الشعبين عميقة ضاربة الجذور في التاريخ، فلذلك الاهتمام بها شيء مهم. فمرحبا بوفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية في بلدهم، وسنكون سعداء بأن نطور العلاقات الثقافية أكثر في المستقبل، وفي مجال التراث وفي مجال ما هو مشترك والذاكرة المشتركة، وخصوصا تاريخ من قرون مشتركة بين الشعبين. وأيضا أريد أن أقول بأن هذا الموسم الحمد لله مع مرور الوقت تطور بشكل كبير، أصبح عنده صيت عالمي، وأصبح الوفود العالمية التي تحضره تزداد كل سنة، وهذا دليل على الجهد الذي يقوم به جميع المنظمين الذين يستحقون التنويه والشكر. الموسم ديال طنطان اللي هو من التراث العالمي اللي وصل اليوم النسخه ديالو 15، واللي كيعرف مشاركه مهمه ديال القبائل ديال هذه المنطقه، واللي كيعرف بالخصوص هذه السنه الحضور كضيف شرف ديال الشقيقه موريتانيا اللي جات بوفد مهم من مستويات مختلفة متعددة، جاءوا على مستوى سياسي بحضور وازن، وكذلك بالمستوى اقتصادي برجال أعمال ونشطاء اقتصاديين، وحاضرين معنا كذلك في المعرض اللي كنديروه ديال الصناعة التقليدية بوفد مهم ديال قطاع ديال الصناعه التقليديه اللي حاضر معنا بقوه. هذا الشيء كيدل على المتانه ديال العلاقات اللي كاينه ما بين المملكه المغربيه والجمهوريه موريتانيا، وكيدل كذلك على الروابط اللي كاينه ما بين موريتانيا وهاد المناطق الجنوبيه ديال المملكه. وحنا كنلمسوا اليوم الفرحه ديال هاد السكان ديال هاد المنطقه بالتواجد ديال الاخوان الموريتانيين كضيوف شرف. هما طبعا ماشي ضيوف، هما في بلادهم، وحنا متفائلين بالنسبة للتطور ديال هذه العلاقات في ميادين متعددة. جئت هنا ضمن وفد برئاسة معالي الوزير الأستاذ محمد المحم، جئنا لنشارك كضيف شرف في موسم الطنطان، وجئنا أيضا نحمل قواسم مشتركة ونحمل إحياء لهذه القواسم المشتركة ما بين الجمهورية الإسلامية والموريتانية والمملكة المغربية الشقيقة. هذه القواسم تتجلى في وجود شعب واحد وربما على حيزين جغرافيين مختلفين، نفس الثقافة، نفس العادات، نفس التقاليد، وحتى نفس البنية الاجتماعية. هذا الموسم في الحقيقة، أو هذه التظاهرة الثقافية المعروفة بموسم الطنطان، تشكل رافعة قوية للثقافة وللعلاقات والأواصر الثقافية والتاريخية بين البلدين موريتانيا والمغرب، وهي تأتي أيضا لتجسد طموح الشعبين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز لإثراء العلاقات بين البلدين في هذا المجال، في المجال الثقافي، بناء وتأسيسا على الماضي المشترك للبلدين وعلى الجذور الممتدة التي تضرب في أعماق التاريخ وتعززها وقائع الجغرافيا. كيعرف اليوم افتتاح مهرجان الموسم طنطان، النسخة هي نسخة فريدة من نوعها، مشاركة الجارة الشقيقة موريتانيا، وتحت شعار يعني الموسم يعني الثقافة يعني موسم طنطان حاضن ثقافة الروح عبر العالم. والحمد لله يعني كاين تقاسم يعني في الحضارة يعني الحسانية والثقافة الحسانية مع الجارة الشقيقة على امتداد عبر التاريخ. والحمد لله الموسم يعني ابتدات الأنشطة ديالو، كان حضور ديال رئيس الحكومه اللي كيعبر انه مع عمل العلاقات الاخويه بين الشعبين وبين البلدين. لا يخفى عليكم ان موسم الطنطان اصبح من المواسم المعترف بها عالميا، وهي النسخه 15 كتميز بكثره الوفود اللي جاتها، وكتميز كذلك تشريف السيد رئيس الحكومه
والساده الوزراء جاوا معاه، وكانت الحدث الاكبر اللي كان فيها هو على ان تمثيل الشقيقه موريتان اللي كانت هي ضيفه الشرف لهذا الموسم، واللي لها بعد ثقافي وكذلك سياسي، لان جارتنا موريتان احنا وهما تقريبا نفس العادات ونفس التقاليد، اعطتنا واحد دفع جديد، دفع كبير للموروث الثقافي اللامادي للموسم. كما اننا بهذه المناسبه نرفع ولاءنا واخلاصنا للسده العاليه بالله، كما ان جميع قبائل الصحراء المتواجده بمدينه طنطان جد سعيده بهذا الحدث، وهي كذلك نقولوا احنا بالحساني ما خلات شي في يدها، ما حطته وما دارته في هذا الموسم.